مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم ومساحه للراي. شهدت ليبيا على مدار السنوات العشر الماضيه حروبا واشتباكات داميه، فضلا عن تقلبات سياسيه واجتماعيه عديده. وقد دعت بعثه الامم المتحده الى ليبيا لاحتواء التصعيد العسكري في ليبيا، وطالبت جميع الاطراف الى الامتناع عن القيام باي عمليات تحشيد او نشر للعناصر والقوات الامنيه. وكانت عده جهات سياسيه وعسكريه وامنيه مواليه للسلطه الانتقاليه في الغرب الليبي قد اعربت مؤخرا عن استنكارها لمطالب اللجنه العسكريه بتجميد الاتفاقيات التي ابرمتها ليبيا مع دول اخرى، ووصفتها بالتجاوزات، وهو ما ادى الى تشنج في الموقف بين الفرقاء الليبيين. بدورها حثت البعثه الامميه جميع الاطراف في ليبيا على احترام خطوط التماس وفقا لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف اطلاق النار، وجددت دعمها لجهود اللجنة العسكرية الرامية الى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، وطلبت كافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية دعم تنفيذ الاتفاق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما حثت على دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سليمة ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية. حول المطالب الأممية باحتواء التصعيد العسكري في ليبيا، سيكون حواري مع ضيفي في الأستوديو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ خالد محمود، الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. انا بس ما تصحيح، انا في صحيفه الشرق الاوسط ليست في كاتب الشرق الاوسط. طب معلش ما تشرف يعني. لا طبعا اكيد طبعا. يبقى الكاتب الصحفي بصحيفه الشرق الاوسط. عندها تاريخ يا شباب؟ طيب نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذه المساحه للراي. فابقوا معنا. انا قايل حالة من عدم الاستقرار تخيم على الوضع الليبي، زاد من حدتها ما طلبت به اللجنة العسكرية بتجميد الاتفاقيات التي أبرمتها ليبيا مع دول أخرى. مطالب أعربت عدة جهات سياسية وعسكرية وأمنية موالية للسلطة الانتقالية في الغرب الليبي عن استنكارها لها، ووصفتها بالتجاوزات. ويأتي ذلك في الوقت الذي حثت فيه البعثة الأممية جميع الأطراف في ليبيا على احترام خطوط التماس وفقا لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وجددت دعمها لجهود اللجنة العسكرية الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، وطالبت كافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية بدعم ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. كما حثت على دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية هناك. وقد دعت البعثة الأممية لدعم ليبيا جميع الأطراف البعد عما وصفته بالتصعيد الذي قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توثيقه خلال الأشهر الماضية، وجددت دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقد أجمعت كل المؤتمرات السياسية الخاصة بالأزمة الليبية وآخرها مؤتمر برلين 2 على ضرورة إعادة النظر في تبعية المجموعة المسلحة ودمجها في كيان واحد حتى يتم إعادة تقييمها وهيكلتها وتحديد مهامها ووضع ميزانياتها، وأكدت على ضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية للأراضي الليبية دون قيد أو شرط حتى تبلغ المرحلة الانتقالية نهايتها المنشودة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيفي الكبير في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ خالد محمود، الكاتب الصحفي بجريده الشرق الاوسط. خليني في البدايه استاذ خالد، يعني كان هناك تدخل اممي وخارطه طريق خاصه بالوضع الليبي، تتحدث عن دستور وتتحدث عن انتخابات تشريعيه وتتحدث عن انتخابات حكوميه. الوضع الان في ليبيا عاد للمربع الاول، هناك اشتباكات، هناك تصعيد عسكري من جماعات، يعني خلينا أقول جماعات تتخذ من الدين ستار له، وهي سبب الأزمة إذا كنا نتحدث على طرابلس أو الغرب بالذات، الغرب الليبي. يعني كيف ترى الوضع الآن؟ يعني
شكرا لحضرتك. بتصور انا انه يعني كلما اقتربنا من موعد الانتخابات اللي المفروض تتم في قبل نهاية هذا العام في ديسمبر 24 ديسمبر المقبل، كلما اقتربنا من هذا الموعد كلما زادت المشاكل، وكلما يعني طفى على السطح افتعل بعض الأمور اللي هدفها بالأساس منع أي طرف غير منتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أو محسوب على تركيا من أن يكون له حظ في هذه الانتخابات، سواء على الصعيد الرئاسي أو الصعيد البرلماني. فكل هذه المحاكات السياسية في هذا الإطار، وجزء منها بيعكس ضعف السلطة الانتقالية التي تشكلت عقب ملتقى الحوار السياسي اللي رعته بعثة الأمم المتحدة في جنيف في نوفمبر الماضي، واللي المفروض انه يشكل سلطة انتقالية فيها المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنيفي وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة. لكن مع الوقت بنكتشف انه هذه سلطة ضعيفة، وانه هذه السلطة بشكل او باخر هي تكرار للتجربة السابقة السيئة لحكومة الوفاق اللي كان بيتغذى فائز السراج. في نهاية المطاف، الصراع الحالي في ليبيا يمكن باختصار ان حضرتك توصفه ما بين اصحاب الاجندة الوطنية ممثلة في الجيش الوطني ومجلس النواب، في مقابل أصحاب الأجندات المحسوبة على الخارج وتحديدا تركيا. تمام. وجماعة الإخوان المسلمين. خليني أستاذ خالد، حضرتك تحدثت على المنيفي باعتباره رئيس الرئيس التنفيذي يعني أو المجلس الرئاسي، ودبيبة رئيس مجلس الوزراء، ولكن خليني هنا دائما ما أقول أن أي نظام محاصصة في أي دولة هو قنبلة موقوتة، يعني شاهدناه في لبنان وشاهدناه في حتى في العراق والآن حتى يجري في اليمن يعني. وهنا أتحدث عن الشرق والجنوب والغرب والتشكيلة التي حصلت أو حدثت في جنيف، حتى هناك بعض الليبيين لم يتوافقوا أصلا على تشكيل هذه اللجنة يعني. وهنا أتحدث على مسألة التجاذبات السياسية، والمجتمع الليبي أصلا مجتمع قبلي. دور القبائل الليبية في هذا الصراع، لأن برضو خليني أتكلم يعني حتى السادة المشاهدين يبقوا معانا في الصورة، الصورة في الغرب الليبي غير الشرق الليبي، والشرق الليبي هو بنغازي، بنغازي الحالة هناك مستقرة، الأمن مستتم، النزاع كله في طرابلس بين جماعات مسلحة وميليشيات وبلطجة وقتل وحالة من الرعب والتسيب داخل طرابلس يعني. وهنا دور القبائل الليبية في لم الشمل الليبي. أنا مع احترامي للقبائل، أنا مش من اللي بيعولوا على دور القبائل الليبية، ودائما وأبدا بستشهد بما جرى في نظام العقيد الراحل معمر قذافي. قذافي كان دائما وأبدا بيستعمل فزاعة القبائل، وكان طول الوقت بيقول إنه يحظى بدعم هذه القبائل. لما احتاج دعم القبائل ونظامه يسقط محدش استجاب له. وعناصر الميليشيات المسلحة المنتشرة في غرب ليبيا بتنتمي إلى قبائل، يعني ما جاتش من كوكب تاني. ومن ثم ما سمعناش إنه في قبيلة مثلا ليبية سحبت عناصرها أو أبنائها من أي ميليشيات مسلحة. القبيلة فزاعة سياسية بتستخدم من وقت لآخر في ليبيا، لكن تأثيرها مش وتأثيرها يعني ينبغي الدول لا تقام على أسس قبائلية ولا طائفية ولا هيكل. النموذج الهيكل استشهدت به المحاصصة، أي نظام سياسي بيقوم على فكرة المحاصصة قبيلة موقوتة داخل المجتمع، ده مش بس موقوتة، ده وضع فاشل ولا يؤدي إلى المزيد من الدمار والخراب. ده بنشوفه في العراق حاليا، النسخة المحدثة والنسخة القديمة الكلاسيكية بنشوفها في لبنان. إن لما يبقى في طوائف تضع مصالحها الشخصية على حساب وطن، يبقى رحمة الله على هذا الوطن. ليس فقط على حساب الوطن يعني، ولكن كمان هناك مصالح وتدخلات إقليمية طبعا. ودعني هنا أتحدث يعني عن التدخل التركي في ليبيا، وهو تدخل سافر يعني، لدرجة إن احنا شفنا مشاهد
وزراء ليبي تركي، وزراء في الحكومة التركية خارجية ودفاع وغيره، يعني ينزلون إلى المطارات الليبية في أي وقت دون أي يعني حتى تنبيه لأي سلطة داخل ليبيا يعني. وهنا خليني برضو أصغر يعني بشكل أو بآخر، حتى مع بداية الأزمة الليبية وأنا قلت أن ما كان لتركيا أن تتدخل في ليبيا دون ضوء أخضر من أمريكا. ده صحيح، وإلى الآن الشكل العام ما زال يؤكد أن الضوء الأخضر ما زال مستمرا. تركيا لاعب أساسي في ليبيا، تستغل ثروات ليبيا، تدعي أن هناك تدخل شرعي في ليبيا بناء على اتفاق مع السراج، مع أن اتفاق السخيرات أصلا كان له فترة محددة. هنا أتحدث يعني على زي ما أنت أشرت، هناك مجلس نواب وجيش ليبي، وهناك ميليشيات متقاتلة في طرابلس. وهنا أتحدث عن الانتخابات. حضرتك أعلم مني أن الانتخابات البرلمانية في ليبيا عندما أفرزت مجموعات أو أفرزت نواب هم خارج التيار الإسلامي كالعادة، شككوا في هذه الانتخابات وحاصروا ما يسمى بالقضاء العالي، لأن ليبيا أصلا ما فيهاش قضاء. وطلع حكم وقال لك امسك يا جدع الشرعية، اللي هي التايتل الشغل بتاع الإخوان يعني. ومن الذي يضمن إذا تمت انتخابات في ليبيا أن تكون هذه الانتخابات يعني على الجميع، خاصة إذا جاءت النتائج بعيدا عن التيار الديني اللي موجود في شرق ليبيا؟ نعم، انت لما تيجي حضرتك تتعامل مع اي نظام او مع اي جماعة اسلامية او متأسلمة داخلة في العمل السياسي، هي بيبقى هدفها استخدام الديمقراطية مرة واحدة للوصول الى اصول، بس كده وخلاص، يطلع هو وبعدين يسحب السلم زي حماس وكتير يعني. بالضبط. فالمشهد ده جرى في ليبيا، في ليبيا جرت انتخابات بإشراف أممي ورقابة دولية، وفي نهاية المطاف لم تعترف بها يعني الجماعات التي خسرت الانتخابات، وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين والعناصر الإرهابية المرتبطة بها على الأرض. من ثم السؤال حضرتك طرحته سؤال وجيه، انه ليس هناك ضمان بانه في حال اجراء انتخابات ان تلتزم الاطراف التي ستخسر الانتخابات بنتائجها طبعا، وده هيرجعنا تاني للمربع صفر بالتاكيد. اذا انت الحديث هنا عن اجراء انتخابات هو وضع معكوس ويثير الريبه والشكوك، بمعنى انه انت اذا اردت ان تضع دولة ما على الطريق الصحيح يجب أولا توفير ضمانات خاصة بالانتخابات، والأهم من كده توفير مناخ أمني وعسكري يسمح بوجود قوات أمنية وعسكرية تتولى تأمين البلد، من ثم يمكن أن تتحدث عن عملية سياسية. لكن فكرة أنه تقديم السياسة على الجانب الأمني والعسكري ده هدفه ببساطة أنه هذه الأزمة تطول، لأن في غياب جيش وطني محترف وفي غياب مؤسسة أمنية قادرة على أنها تفرض سيطرتها على ربوع البلاد، أي نظام سياسي هيبقى رهينة في يد من يملك السلاح. الحديث عن الرهينة، وهنا يعني أتكلم، هل الدبيبة أو المنيفي أو هم يعني مش عايز أقول، ولكن هم تحت ضغوط دولية من أطراف معينة؟ لأن في الفترة الماضية كان هناك حديث عن اجتماع للدبيبة مع حفتر برعاية مصرية، ثم تأجل الحديث، ثم اختفى يعني الحديث عن هذا اللقاء. والكل تقريبا يعني، وأنا أتحدث كعربي يعني محب لأي دولة عربية أتمنى لها السلامة، يمن، سوريا، أي دولة عربية يعني، والمشكلة إن احنا كلنا يعني في مشاكل يعني. المهم الحديث خفت مرة واحدة عن هذا الاجتماع الذي كان يعول عليه الجميع أن يكون هناك تقارب ما بين ما هو سياسي أو عسكري، أو الخروج بشكل ما لضم ميليشيات عسكرية بعيدة عن الإخوان، بعيدة عن الميليشيات والمرتزقة الموجودة في الشرق الليبي. نعم، عشان أجاوب حضرتك على السؤال لازم نرجع شوية نرجع طبعا. المشير حفتر كما حضرتك تعلم ما أمضى حوالي 25 سنة في أمريكا قبل ما يرجع علشان يشارك في الانتفاضة اللي أدت بالإطاحة بالنظام العقيد القذافي،
وفي 2014 ذهب الليبيون في بنغازي إليه في بيته يطلبوا منه التدخل لأنه النشاط الإرهابي للجماعات المتطرفة في شرق البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها. ومن ثم عاد الرجل مجددا بعملية الكرامة العسكرية اللي هدفها القضاء على كل الجماعات الإسلامية. أنا متذكر في هذا التوقيت أنا جريت مع حوار وقال لي تحديدا أنه هدفه تنظيف ليبيا من جماعة الإخوان المسلمين. عودا بقى على سؤال حضرتك وارتباطا باللي كنت بتكلم عليه، المشير حفتر دائما عنده شكوك في القادمين من الخلف، الناس المجهولة الهوية اللي بتتصدر فجأة المشهد السياسي وبيتم دفعها من أطراف خارجية. ده شفناه في الصخيرات لما تم الدفع بالسراج، وبنشوفه في ما بعد جنيف لما تم الدفع بالمنيفي 45 اللي هم والدبي. لما جه السراج المشير حفتر كان عنده شكوك، تدخلت مصر وأقنعناه أنه يستقبله. الراجل استقبله وأبدى استعداد تام للتعاون معاه، طالما أنت عاوز مصلحة هذا البلد أنا معك. اللي جاء أنه السراج تمترس خلف من أتوا به إلى السلطة وغلب مصالحهم على مصالح البلد. من هنا حصلت الفرقة بينه وبين المشير خليفة حفتر. فيما يتعلق بدبيبة والمنفي، أول بيان صدر من المشير حفتر كان بيصف الاثنين بأن هما شخصيات وطنية. إذن أنت قدام راجل عسكري يعني بيدي فرصة للأطراف الجديدة. هذه الأطراف الجديدة أول ما جت السلطة قالت إيه؟ قالت أنها ملتزمة بالاتفاقيات السابقة مع تركيا رغم أنها ما هيش طرف فيها. وبدأت في سلسلة من التصرفات اللي هدفها الالتفاف على المؤسسة الأمنية والعسكرية في ليبيا، وبات واضحا أنه أنت قدام ناس الأجندة الوطنية غائبة عنهم طول الوقت وأنه في مصالح أخرى بتحركهم. من هنا حصل الفراق ما بين الاثنين. والدبيبة كان عنده تصريح يعني يصلح أنه يتصدر لو في مجلات كاريكاتير أو حاجة يطلع فيها، لأنه بيتكلم على أنه هو ممكن يقابل المشير حفتر لكن هو عاوز المشير حفتر يعترف بيه كرئيس للحكومة ووزير للدفاع. المشير حفتر ما كانش من البداية عنده مشكلة مع دبيبة ولا المنفي، لكن دبيبة مش عاوز ينسى ان ابنه مصراتة، ومش عايز ينسى انه حفتر وان مصراتة لها يعني وضع خاص في الصراع العسكري يعني للأسف هو وضع سلبي. تمترس الدبيبة خلف مجموعة من العوائق خلت المشير حفتر بالبلدي كده يقفل الطريق أمامه. في محاولات لازالت لكن المشير حفتر حاطت قواعد محددة لإدارة أي مستقبل علاقات سياسية مع دبيبة مقارنة بما جرى مع السراج. هل هناك عودة لي يعني صراع عسكري يأتي من بنغازي إلى الشرق إلى طرابلس الغرب؟ يعني هذا ما سأسأله لضيفي بعد هذا التقرير للصحافة، فابقوا معنا. صحيفة البيان فكتبت تقول إنه على الرغم من أن الحل السياسي الذي ينشده الليبيون ما زال متاحا والجهود المتواصلة لبلوغ الانتخابات في موعدها لم تتوقف، فإن ألاعيب الإخوان قد تطيح بكل الجهود المبذولة للوصول بليبيا إلى بر الأمان وإخراجها من بؤرة الصراعات الإقليمية والدولية ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي. تساءلت الصحيفة هل يكون اجتماع دول الجوار الذي سيعقد أواخر الشهر الجاري الفرصة الأخيرة لحلحلة أزمة ليبيا؟ الاجتماع يأتي بعد تعثر ملتقى الحوار السياسي الليبي في حسم القاعدة الدستورية للانتخابات في ليبيا، والتي من المقرر أن يجرى على أساسها الاستحقاق الدستوري المقبل، فضلا عن تصريحات تركية تشير إلى تواجد قواتها في ليبيا وتستثنيهم من المطالب بإخراج المرتزقة.
كتبت صحيفة الشرق الأوسط إن المشهد السياسي ما زال منقسما ويطرح أسئلة عدة، بينها إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية في موعدها فهل تكون قادرة على إنهاء ويلات الانقسام، خصوصا أن هناك من يرى الاكتفاء بانتخاب الرئيس أولا في مواجهة من يتمسك بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أو الاثنين معا. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. استاذ خالد، كنت بكلم حضرتك، هل هناك يعني عوده لصراع بين الشرق والغرب، بين حفتر ويعني وطرابلس مره اخرى، خاصه ان الوضع ما زال كما هو، لم تتغير الصوره يعني، وتركيا يعني تتحدث بلغه هي نفس اللغه وان احنا موجودين على الارض. خليني بس قبل ما اجاوب حضرتك ان احنا يعني نوصف المشهد توصيف صحيح. تفضل. المسألة هنا ليست صراع ما بين الشرق والغرب، المسألة هنا في السيادة، انه في ليبيا كما حضرتك تعلم بعد سقوط النظام في 2011 تحولت الى بؤرة لجماعات متطرفة ومن كل انحاء العالم بقت موجودة في غياب جيش وطني. انت عندك حد في 2014 بدأ عمل عسكري ضد الجماعات الإسلامية والمتطرفة بدءا من شرق البلاد. الراجل أنهى هذه المهمة في شرق البلاد بالكامل وكل الأمر بالنجاح 2017-2018 بعد معارك وبعد ورغم حظر مفروض عليه من مجلس الأمن الدولي. انتهت المهمة في الجيش الوطني، ابتدينا نتطلع إلى الأمر في غرب البلاد. هو نفس الأمر كان موجود، اللي كان موجود في الشرق هو اللي كان موجود في الغرب لكن بشكل أبشع. فابتدى حديث عن أنه هذه الميليشيات يجب أن تفكك، وأنه هؤلاء المتطرفين القادمين من خارج البلاد يجب أن يرحلوا، وأنه الأطراف الخارجية الداعمة لهؤلاء يجب أن تتوقف. وفضلنا في مماحكات سياسية قادتها بعثة الأمم المتحدة على مدى سنتين، عندما أيقن المشير حفتر أنه لا أمل في هؤلاء ومنح كل الفرص للجهود السياسية، وكان في المقابل العاصمة طرابلس تحديدا بتأن تحت وطأة السلاح اللي بيمتلكوا هؤلاء المتطرفين والإرهابيين، وعاثوا في غرب البلاد فسادا. فأنت قدام قائد عسكري انتصر لإرادة شعبه في المنطقة الغربية، ومن يسيطر على طرابلس يسيطر على البلاد، فكان طبيعي جدا أنه المشير يتجه صوب طرابلس. وهو في السكة لطرابلس طبعا في جملة من الأخطاء حدثت، يعني ربما ليس من الحديث الآن عنها، لكن تم استدعاء تركيا بمخطط أمريكي، بمعنى أنه زي ما حضرتك تفضلت الأتراك ما كانوش يعني عندهم الشجاعة أن هم ياخدوا هذا الخطوة لوحدهم، كان في ضوء أخضر أمريكي واضح، لكن هذا الضوء ليس بغريب على المشهد السياسي برضه عشان يبقى المشاهد ده في كل حتة يعني. احنا في 2011 الأمريكان استعملوا الثوار في اللي وقتها كانوا بيسموا ثوار في ليبيا، نقلوهم الى تركيا ومن ثم الى سوريا للمشاركة في الحرب ضد نظام بشار الاسد، وعادوا تاني الى ليبيا. تم اعادة الحكاية بالعكس، انت قدام عمل ممنهج، انت قدام عمل ممنهج، طرف امريكي بيستدعي وكيله التركي لمناصرة جماعة الاخوان المسلمين على الارض، من ثم فشلت العملية العسكرية واصبحنا امام يعني مماحكة سياسية من نوع اخر، وصلت الى انه في اتفاق لوقف اطلاق النار وتشكيل سلطة انتقالية على امل ان تجرى انتخابات. خلينا انا يعني بنشوف الصوره في الويندوز موجود قدامنا، وزيره الخارجيه الليبيه اللي لها تصريحات بصراحه تصريحات محترمه يعني فيها انتماء لليبيا، حتى اثارت الانتقادات كثيره جدا ولا تحجيم لبعض الوقت يعني، ولا زالت يعني. وهنا برضو خلينا اتكلم يعني بوجهه نظر حضرتك كده، يعني التدخل الاممي هنا ليس تدخل ايجابي، هو تدخل سلبي
تحت ستار أن هناك عملية سياسية وأن هناك أمم متحدة تراعي هذه المسألة، ولكن الوضع على الأرض مختلف تماما عن الحقيقة، وبالتالي هنا التدخل الأممي تدخل سلبي يزيد من الأزمة ولا ومش حل ليها. يعني طبعا متفق معاك تماما، مش حل ليها. طيب الايام اللي جايه بقى او الايام القادمه هل سيستمر؟ لان احنا لنا برضو اصدقاء في طرابلس، الوضع في طرابلس وضع غريب جدا، يعني كل واحد جايب 200 300 واحد حقيقي والله معهم سلاح، عامل كردون على حته، اللي يدخل يدفع غير عمليات السطو، يعني مفيش حكومه مفيش دوله، طول الوقت في صراع على مناطق النفوذ والهيمنه اي منطقه. والدليل على كده حتى لما المجلس الرئاسي ده لما اجتمع في قلب الاوتيل وراحوا حصروا يعني مشهد بيتكرر في طرابلس على مدى السنوات الاخيره، يعني وهيظل طالما مفيش جيش وطني. ما انت اذا انت ما عندكش مؤسسه عسكرية قادرة على انها تفرض الهيمنة والسيطرة وما عندكش مؤسسة امنية ايضا محترفة، هتبقى انت رهينة لمن يملك السلاح، ومن يملك السلاح في ليبيا هم الجماعات الاسلامية باختصار. طيب هنا اتكلم برضو، يعني مش هتكلم على الخط الاحمر الذي اعلنه السيد الرئيس ان سرت والجفرة خط احمر، وتوقفت يعني العمليات العسكرية من الطرفين سواء كان من حفتر أو من جهة الميليشيات والمرتزقة وتركيا من الجانب الآخر، يعني ودخلنا في حوارات سياسية هنا الشكل العام أن أي حوار سياسي هو تأجيل للأزمة. يعني هل سيظل الوضع الليبي هكذا مع التدخلات الإقليمية الموجودة؟ حتى قطر تتدخل إقليميا، تركيا متدخلة إقليميا، أمريكا بشكل أو بآخر عجبها الوضع، وطبعا غير سرقة النفط وتهريب النفط الليبي وثروات الشعب الليبي، غير بعض الدول الأوروبية التي تحتجز أموال للشعب الليبي بالمليارات وتقول لك احنا هنوديها لمين، احنا عايزين حكومة نكلمها، يعني شغل العصابة. يعني خليني برضه أقول للسادة المشاهدين هذا هو الغرب الذي يدعي الديمقراطية كلهم كذابين، حتى أيام الاحتلال مارسوا أبشع أنواع القتل، ومش القتل بس والتنفيذ بالجثث والحرق، يعني فمسألة إن هم ديمقراطيين هم ديمقراطيين لنفسهم بس، يعني بس مش لينا. يعني ده صحيح. هيفضل الوضع كده؟ بتصور انه ربما يعني يوصل لأسوأ كمان، انه ما لم تجرى الانتخابات اكيد هيبقى في عمل، ما حتى لو جرت الانتخابات ما احنا برضو ما هي الانتخابات يجي الاخوان يا تبقى انتخابات غير شرعيه. هو كده، هو في ظل وجود تركيا وفي ظل وجود المرتزقه وفي ظل وجود الميليشيات المسلحه يصعب انك انت تامن اجراء اي انتخابات، دي جزئية. الجزئية الثانية انه ليس هناك ضمانات من اي من الجماعات المحتمل انها تخسر الانتخابات بانها ستعترف بها بنتيجتها فيما بعد، دي مشكلة ثانية. في مشكلة ثالثة ان الاطراف الخارجية التي تدعم جماعة الاخوان المسلمين والميليشيات المسلحة ايضا عندها مصالح مرتبطة بمستقبل ليبيا. على سبيل المثال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي كان اول مسؤول روسي يطلع يعترف بانه عندهم قوات في ليبيا اتت بطلب من مجلس النواب الليبي بعد ما السراج وقع اتفاقياته المشبوهة للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا. نعم. فأنت الروس مش عايزين ينسوا أن الأمريكان ضحكوا عليهم في 2011، لأنه عندما طلب من روسيا أنه يمتنعوا عن تأييد نظام القذافي في لحظاته الأخيرة، وعدوا بأنه هيكون لهم نصيب فيما بعد من الكعكة. اللي حصل الأمريكان ضحكوا عليهم، الروس مش هيكرروا هذا الخطأ في تقديرهم. دائما ما تكون الكعكة عربية، الكعكة العربية طبعا كعكة جميلة كلها نفط وكلها بترول وكلها أموال وكلها صراعات، بنقتل نفسنا بفلوسنا بأموالنا، وطبعا الغرب بقى الديمقراطي الجميل بيتدخل علشان يعني يطيب خاطرنا يعني أو يبقى لنا سلاح يعني. يلا خير. نورت الحسن. الله يخليك يا عزيزي. شكرا. كل الشكر والتقدير لضيف الكبير الكاتب الصحفي خالد محمود الكاتب بجريدة الشرق الأوسط، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من مساحة للرأي. وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم أنا إيهاب اللوندي على خير، إلى اللقاء.